السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نعالج مشكل، وهو أن أحد السماعات لا تثبت في العلبة، مما يؤدي إلى السماعة بعدم الشحن داخل العلبة. فأنت تضع السماعة داخل العلبة، لكن فالسماعة في الواقع فهي غير ثابتة في العلبة كما يظهر هنا. عندما أقوم بالضغط على السماعة فهي لا تريد الثبات داخل العلبة على هذا الشكل. دائما السماعة تصعد إلى الأعلى، مما يؤدي بها إلى الابتعاد عن مكان عن التماس بالأقطاب المسؤولة عن مرور التيار الكهربائي هنا، كما يظهر في هذه العلبة أمامنا على عكس هذه العلبة هنا. فالسماعة متصلة بشكل جيد كما يظهر. سوف نقوم بإصلاح المشكل، وأولا قبل أن نقوم بإصلاح المشكل سوف أريكم الطريقة، لأن الطريقة إخواني الكرام فأنت قد تكون تستعمل سماعتك بشكل عادي، فجأة تصبح السماعة تصعد إلى الأعلى على هذا الشكل. كيف وقع ذلك؟ فالطريقة سوف نقوم بإصلاحها على هذا الشكل إخواني الكرام. ما عليك فقط الأخي الكريم هو أن تقوم بالأداة الإتيان بأداة حادة، وتقوم بفتح سماعتك من الداخل على هذا الشكل. عندما تقوم بفتح سماعتك من الداخل أخي الكريم سوف تجد بطارية هنا، وسوف تجد مع هذا المغناطيس هنا، هذا المغناطيس الدائري. ففي بعض السماعات هذا المغناطيس يتحرك من مكانه وينقلب من الشمال إلى الجنوب، فكما نعلم فللمغناطيس اتجاهين، اتجاه شمال واتجاه جنوب، فانقلب. ولدينا أيضا في العلبة هنا أيضا في هذا المكان لدينا مغناطيس أيضا بجهة الاتجاه، وبجهة الشمال وبجهة الجنوب. فإن انقلب هذا المغناطيس فسوف يصبح الشمال مع الشمال، مما يؤدي بالمغناطيس إلى عدم الجذب بين المغناطيسين، إن صح القول بجذب السماعة إلى الأسفل، فتصبح السماعة تصعد على هذا الشكل كما يظهر. سوف نقوم بقلب المغناطيس داخل السماعة. قبل أن تقوم بقلب المغناطيس فأنت لا تعلم أين جهة الشمال ولا تعلم أين جهة الجنوب. كيف تفعل ذلك؟ ما عليك فقط هو فتح العلبة وأن تضع المغناطيس على هذا الشكل. عندما تقوم بوضع المغناطيس على هذا الشكل فهو يلتصق بشكل أوتوماتيكي، حتى وإن قلبته فسوف يستدير ويرجع إلى مكانه أخي الكريم. المغناطيس لدينا هنا مثبت بشكل جيد، لأنه الشمال مع الجنوب تم التثبيت. ما عليك فقط هو التذكر ما هي الجهة التي يمكنك وضعها في السماعة في الأسفل. فعلى سبيل المثال سوف أخذه على هذا الشكل وأضعه في السماعة على هذا الشكل، وقد وضعته على الشكل الذي كان فيه على العلبة. أقوم بغلق السماعة وأضعها داخل العلبة، وكما تشاهدون أصبحت السماعة ملتصقة بشكل جيد عكس هذه السماعة التي تعاني أيضا من هذا المشكل. فكما تشاهدون فإن قمت بقلب العلبة تسقط السماعة لأن المغناطيس لا يمسك بها. هذه هي المشكلة إخواني الكرام التي يجب عليك إصلاحها. قد تقوم بقلب المغناطيس داخل السماعة، أو قد تقوم بقلب المغناطيس داخل العلبة. فأنا أنصحك بقلب المغناطيس داخل السماعة، لأن طريقة فتح السماعة فهي طريقة سهلة جدا على عكس فتح العلبة، لأن العلبة طريقة فتحها فهي تتطلب بعض الجهد هنا، وهذا الجهد يؤدي بالعلبة إلى التضرر من هنا إن كنت تريد أن الإبقاء على علبتك بشكل جيد أخي الكريم. هذا هو المشكل الذي عالجناه في هذا الفيديو، وشكرا جزيلا إخواني الكرام للمشاهدة، وإلى اللقاء
في فيديو آخر إن شاء الله.